في حملة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران في مجال الطاقة، العراق يحصل على إعفاء جديد لاستيراد الغاز والكهرباء من طهران. الإعفاء يمتد لثلاثة أشهر حتى مطلع إبريل، وهو الأطول أمداً في سلسلة من الإعفاءات التي لم تنفك الإدارة الأمريكية تمنحها للعراق، ويسمح له بالاستمرار باستيراد الكهرباء من إيران. العراق رغم أنه بلد نفطي يعاني نقصاً مزمناً في الكهرباء بسبب بنية تحتية متقادمة وعدم قدرته على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة ليؤمن احتياجات سكانه. ولسد هذا النقص يلجأ إلى جارته إيران، فيستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء. إيران ترزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها في نهاية 2018، والعقوبات تمنع بغداد من دفع المبالغ بالدولار لطهران التي تطالب بسداد أكثر من 6 مليارات دولار من المتأخرات، وخفضت مؤخرا صادراتها من الغاز إلى العراق. إلا أن العثور على بديل لخفض الاعتماد على إيران لسد النقص سيستغرق وقتا طويلا، فمشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية.